اخواني حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. اخواني، في الايام الاخيرة انا دخلت كذا جروب في الفيسبوك حق مربين طيور وزي كده، واغلبهم من الدول العربية، عرفت يا اخوان. هذا صاحبنا بحري هرب، رجعنا ثاني مرة. المهم خلينا في موضوعنا. فلاحظت في كثير ما شاء الله تبارك الله يعني مربين جدد، وفي اشياء يعني ناقصتهم كثير كثير يعني، وفي حاجات احنا نعرفها او احنا ممكن نشوفه شيء تافه، لكن على المربي الجديد شيء مهم. عرفت كيف يا اخوي؟ وكلام اليوم بخصوص موضوع تساقط الريش حق الباجي. اتكلم انا بالذات عن الباجي، واتكلم انا عن يعني عن واقع تجربة، يعني بتكلم انا مجرب وليس دكتور ولا خبير ولا مجرب. طبعا يا اخواني، في طيور تنحط في البيوت وما تشوف الشمس، فهذه كمان يعتبر نقص في فيتامين د للطيور. فلما ما تشوف الشمس، الطيور هذه ما تتعرض للشمس، فيجيها تساقط الريش هذا. اللهم صل على محمد. هذا بحري بدأ يعضني. بحري اقعد، نبي نسوي لك فيديو احنا مع الجماعة. اللهم صل على محمد. فالطير ما يتعرض للشمس، فيجيله نقص فيتامين د، وبسببه يجي للطير تساقط الريش. عرفت يا اخوي المربي؟ فلما شفت في الجروبات حق الفيسبوك اللي انا داخل فيها، فشفت ما شاء الله ناس كتير يعني يجهلوا المعلومة هذه، فحبينا نوضح للجماعة. يا اخوان، الطير مادام ما بيتعرض للشمس فيجيله نقص في فيتامين د، عرفتوا؟ وفيتامين د هو يعني مكمل حق العظام والكساح والاشياء دي، عرفتوا؟ فاتمنى من الاخوان النقص، عفوا، تكملوا النقص اللي يحتاج اللي تحتاجه طيوركم، عرفتوا يا اخوان؟ فاللهم صل على محمد. انا بوريكم انا العلاج اللي استخدمه للطيور، يعني علاج ووقاية كمان، كوقاية. فانا ايش اسوي يا اخوان؟ يا اخي طفشني هذا، والله طفشني، طفشتني انت. اقعد هنا، اقعد. كيف اوري الناس؟ انا يا اخوان استخدم الشيء هذا، فيتامين د، يعني مو شرط نفس الشركة، فيتامين د 3، عرفت يا اخوان؟ ما شاء الله عليه، عارف انه هذا يشرب منه. اللهم صل على محمد. عرفت يا اخوان؟ انا بعطي طيوري يعني سواء كانت فروخ بخلطها مع السريلاك، في السريلاك مثلا حق تقريبا يعني احط 4 نقاط في كل 100 ملي، سواء في المشربية او في السريلاك. عرفت يا اخوان؟ المشربية للطيور الكبير، اما في السريلاك بستخدمه للفروخ الصغيرة، منها وقاية ومنها كمان يعني علاج. وما شاء الله تبارك الله، يعني الحمد لله طيوري بخير وصحة وسلامة يا رب. ان شاء الله اكون افدتكم في الفيديو هذا، وان شاء الله تكون وصلت المعلومة بالشكل الصحيح عندكم يا اخوان، بخاص انتو يا المربين الجدد، وسلامتكم وهذا كل شيء. وان نفعتك المعلومة ارسلها لغيرك، وجزاك الله الف خير.